أحيانا يوكل الإنسان شخصا بدفع الزكاة، فيخرج هذا الشخص فكيفما اتفق يدفع، يقول لك وكلني وخلاص أنا موكل وبعرف، فيخرج الذين على أبواب المساجد يعطيهم من الزكاة، يعني الشحيين بالعام، الذين لا يعرف عنهم شيئا يعطيهم من الزكاة. يا أخي الإنسان المسلم الكريم، إن لم تكن تستطيع أن تؤدي الأمانة كما يعني ائتمنك صاحبك عليها فلا تأخذها أصلا. فبعض الإخوة بيقول لك أحسن ما هو ما يعرف يحط الزكاة. طيب أنت يا صديقي تعرف أين تضع الزكاة؟ هذا هو السؤال. هو في بلاد الغرب ولم يعرف وكذا وكذا، طيب أنت تعرف؟ هؤلاء الشحادون على أبواب المساجد، هؤلاء 43، هذا واقع وكلكم يعرفون، تذهب إلى بيوتهم معهم فلوس كثيرة جدا وأنت تدفعها من الزكاة وأنت موكل، فلو لم يكن هذا الآخذ مستحقا لأثمت أنت. فضلا هو الرجل أمنك وهو لا يدري، وضع الأمانة فيك والثقة فيك وأنت لم تكن أهلا للأمانة، لم تستطع أن تؤديها إلى يعني من يستحقها تماما. إذا بذل الإنسان جهده في التحري عن صدق هذا الإنسان وكونه فقيرا مستحقا للزكاة، بذل جهده يعني حاول أن يذهب إلى بيته مثلا أو يسأل أناسا ثقاتا عنه، ما وضعه هذا، إيش شأنه، إيش عمله، كم دخله، وهكذا، فحاول وبذل جهده وأعطاه بعد بذل الجهد، ثم تبين له بعد ذلك بطريقة ما أنه إنسان غير مستحق، لا إثم عليه حينها. أما بدون بحث، هذا الذي أقول شحاط، إيه والله عم بشحاط، إيه شو عم بشحاط، يعني صنع هذه في هذا الزمان، صنع معروف هذا الأمر صار، فهذا لم تتبين أنت عنه ولم تبحث عنه، أو قال لك فلان عن فلان أنه فقير فأعطيه، لا يا أخي ابحث تأكد، وبخاصة أؤكد أن من يكون وكيلا، أو يا أخي جزاك الله خيرا لا توكلني أنا لا أستطيع، أنا لا عندي وقت أذهب لأبحث عن الفقراء ولا أستطيع ولا كذا وكذا، فأعتذر منك جزاك الله خيرا. قال يا أعود فأقول بعض الإخوة سيقول لي أحسن ما هو يخبص في الإعطاء، وأنت وأنا إذا لم نكن أهلا لسنا نخبص أيضا، فإذا دعه هو المسؤول عن نفسه، لا أتدخل أنا في شيء قد أكون يعني صار الخطأ مرتين، أولا هو ائتمنني وثانيا أنني لست أهلا للأمانة. فهذه أيضا مسألة مهمة، أتمنى أن نحاول أن نكون قدرها ما استطعنا. اللهم حققنا بديننا وارزقنا اتباعنا بديننا.